كابتن مريم متولي وكابتن دانا شاوي، اولا بنرحب بيكم في الجول ومبروك التتويج ببطوله افريقيا. يس ويبقى احسن لعيبه في البطوله واحسن مركز اعداد. في الاول نبتدي من الاخر خالص، تتويج ببطوله افريقيا كانت بطوله صعبه بعد موسم تقريبا ما تحققش فيه ولا بطوله، مش بس في الطايره سيدات لكن في النادي كله. واجهت صعوبات كتير، كنت شايفين البطوله ازاي؟ اول انت كبير ابدا. كنا شايفين البطولة أول حاجة يعني رد كده اعتبار لينا كلعيبة وكرامة. يعني احنا سيزن ما كانش أحسن حاجة بالنسبة لنا يعني في الأول، حصل كذا حاجة يعني داخلية وقعتنا يعني، أو مثلا ما كانتش ظروف مساعدانا زي السيزن اللي فات. فده خلانا يعني بعد ما مجلس الإدارة قرر إن احنا ندخل ونشارك في البطولة، ادانا بقى يعني حافز كبير جدا ان الناس واثقه فينا للاخر، وان كان ممكن اسهل حاجه لا خلاص انسحاب وما ندخلش. بس ده ادانا حافز كبير قوي، ادانا يعني كان في وقت قليل بس قدرنا ان احنا نلم نفسنا فيه ونشتغل من الاول، ونعتبر ان دي بدايه السيزن مش يعني نهايته يعني. فده طبعا كان برضو مدي علينا ضغوطات كبيره، بس في نفس الوقت كان الضغوطات دي مدينا حافز اكبر ان احنا نحقق يعني بطولة. كابتن دانا، يمكن قرار مجلس الإدارة جه بعد أيام من قرار بانسحاب فريق الرجال من بطولة أفريقيا في نفس المكان. يمكن شفنا ساعتها صفحات من المؤيدة للزمالك بتقول لا ده لو حد هينسحب يبقى فريق السيدات، لأن هم داخلين بنفس التيم اللي بيلعب كل البطولات ومكسبوش ولا بطولة. رغم كده الإدارة كملت للآخر، فكنتوا شايفين ثقة الإدارة دي إزاي وإيه اللي قلتوه بينكم وبين بعض كلاعب؟ طبعا زي ما ميتو لسه قايله ان احنا ثقة الإدارة دي خلت عندنا دافع كبير قوي ان احنا محتاجين نقاطع كل نقطة في البطولة، مش بس البطولة كلها لا، هي كل نقطة فيها. وطبعا علشان تغيير الجهاز اللي جه في الآخر برضو، عبال ما هو خد علينا، مش خد علينا احنا عارفين كابتن أحمد يعني، بس عبال ما السيستم رجع تاني وعرفنا ان احنا نقف ونمسك نفسنا، زي ما ميتو قالت حسينا ان احنا لسه بنبدا السيزون من اول وجديد. فده برضو البدايات دايما بيبقى فيها حماسه كده، فالحمد لله ان احنا يعني احنا كنا ما بيننا وما بين بعض نقعد يقول يا جماعه يعني نحارب لحد الاخر، خلاص احنا دخلنا البطوله، هي ما فيهاش مش خسرانين حاجه، كده كده احنا هنعمل اللي علينا والتوفيق من عند ربنا. فهو ده غالبا دي كانت اكتر حاجه يعني بنقولها، هي هنتعب لحد الاخر، واحنا تعبنا فعلا في المعسكر اللي قبل البطوله ده قوي قوي بجد. كنا كلنا بنطلع كل حاجه عندنا عشان نحسن من نفسنا، لو في حد عنده مشاكل بيصحى الصبح يتمرن لوحده مش عارف ايه الكلام ده كله، ده ادانا البوش لقدام يعني. يعني نيجي للجهاز الموسم اللي فات لما جه في الاخر، الناس اتفقلت شويه قبل بطوله الكاس، لكن النتيجه كانت مفاجاه بخروج من نص النهائي. هل ده ما ادركوش هزة شوية ان لا الموسم ده خلاص مش بتاعنا، ومن جواكوا كده كنت انتوا عايزين تلعبوا بطولة افريقيا ولا اللي هو بلاش احسن؟ لا عايز اقول حاجة، احنا خسارة الدوري كان بعديها على طول مفيش خمس ايام ماتش نص نهائي الكاس، فاحنا مكناش لحقنا نفسيا نمسك نفسنا عشان نركز في بطولة تانية. وده طبعا حاجة مش صح يعني، لان ده حصل السنة اللي فاتت وخمس ايام وكسبنا الكاس، يعني لما خسرنا الدوري السنة اللي فاتت كسبنا الكاس بعدها مفيش. بس احنا يعني المرة دي كانت مختلفة شوية، وده عشان كان في كذا حاجة يعني مش حاجة واحدة اللي هو تخلينا مش قادرين نمسك نفسنا يعني. فوقت ماتش الشمس ده احنا بعد الماتش على طول بساعة طلع قرار مجلس الإدارة ان احنا هنشارك في البطولة، مش بعدها بأيام، ده بالعكس، ده احنا خسرنا ماتش بعدها بساعة ما كانش فيها نقاش يعني. واحنا بيننا وبين بعض كان في طبعا ناس يعني خايفة شوية، وكان في ناس لا عايزة قوي تلعب، واللي هو يعني خلاص نقفل دوري وكاس ده حصلوا في اسبوع ورا بعض، بس لسه افريقيا فاضل عليها 20 يوم. فده كان يعني اختلاف الآراء، بس في الآخر خلاص يعني كان كلنا لازم نبقى يعني على قلب رجل واحد زي ما بتتقال. فلا يعني خلاص نسينا كل حاجة وركزنا فعلا في أفريقيا. إيه الصعوبات اللي واجهتكم جوه البطولة نفسها؟ خصوصا دي لقب أفريقيا التاني على التوالي والتاني في تاريخ النادي عموما، وكمان بقى جاي من موسم صعب، وكمان أندية صعبة، فرقتين من كينيا وفريق الأهلي على أرضه، ثلاثة من كينيا صح، بس اتنين اللي وصلوا معاكم المربع الذهبي والاهلي على ارضه،
فازاي قدرتوا تتعاملوا مع الموقف؟ بص انت قلت كل الصعوبات انت ما سبتليش حاجه اقولها. هي صعوبات كتير قوي يعني زي ما انت قلت، علشان السيزن ما كانش كويس بالنسبه لنا، علشان الصعوبات اللي ميتو كانت بتتكلم عليها، علشان برضو في صعوبات بقى جوه البطوله نفسها. جوه البطوله هو طبعا ان هي كانت جوه الاهلي، واحنا كان الدوري والكاس والحاجات اللي فاتت دي كان برضو موضوع مع الاهلي، بس يعني كلنا كنا بنحاول ان احنا ما نفكرش في اي حاجه، احنا مش فارق معانا المكان، احنا مش فارق معانا مين اللي هنلعبه، نطلع مع كيني اول ماتش، نطلع مع مين اول ماتش، احنا مش فارق معانا مين اللي هيطلع اول ماتش، اهم حاجه ان احنا ننزل نلعب ونعمل اللي علينا، وزي ما قلت لك في الاول يعني نحارب على كل نقطه وربنا يعني يكرمنا. بس هي انت مش عارف ايه اللي هيحصل، انت داخل بطوله مع مين بكل حاجه، انت داخل سايب كل حاجه حصلت قبل كده، خلاص احنا بنبص على صفحه جديده، انت داخل وربنا معانا. بس كان ليكي تصريح ان البطوله دي بالتلات بطولات اللي فاتوا في الموسم، ليه تحديدا البطوله دي بالتلاته اللي فاتوا؟ عشان اهم حاجه ان الخساره بتجيب خساره اغلب الوقت، فان انت تخسر وخساره وحشه فعلا يعني تلات بطولات طول السيزون ومش فاضل لك غير بطوله وتكسبها بالمنظر ده، فطبعا نسينا كل اللي فات اساسا ولا فرق لنا خالص يعني صراحه. لا احساس تاني خالص، بطولة بجد مهمة قوي، وأول بطولة تبقى في مصر بالنسبة لنا مع الزمالك، وكمان في أرض الأهلي اللي هو النادينا اللي قبله، فطبعا يعني لا كانت حاجة مهمة جدا يعني بالنسبة لنا. خدتوا بقى وقت قد إيه جوه البطولة عشان تتأقلموا إن البطولة في مصر ومع النادي اللي كنتوا معاه؟ لا خالص من أول ماتش، لا من أول تمرينة، من أول تمرينة، من أول تمرينة من أول تمرينة فعلا يعني إحنا داخلين من اول تمرينه بنبص على حوالينا في الصاله، بناخد وضع اللي احنا لسه احنا في مصر احنا هنقدر نعملها، يلا بينا نعملها. بس طيب بنيجي الماتش النهائي، طبعا في حضور جماهيري في معظم البطوله بقى، اعداد طبعا مش كبيره مهوله، بس النهائي ده اعداد مهوله زي ما بتقولي، وقدام الاهلي على ارضه، الأجواء كانت عاملة إزاي؟ أنتوا أكيد لعبتوا في تونس، لعبتوا في كينيا، لعبتوا في دول كتير، بس برضو ما بتبقى مصري ضد مصري بيبقى الموضوع مختلف، فأنتوا جوه الماتش كنتوا حاسين باللي الناس حاسة بيه بره، ولا أنتوا في عالم تاني؟ بص هو أول مرة بالنسبة لي أنا ألعب في ماتش جمهورين من مصر، يعني أول أنا كإكسبيرينس ليا، ميتو لعبت قبل كده جمهور الأهلي والزمالك مع بعض، أنا عمري ما لعبت في الأجواء دي خالص، فكانت بالنسبة لي أول مرة كانت حصلت كانت في ماتش السوبر، ما كناش لسه مستوعبين يعني، إحنا متعودين بيبقى جمهور واحد بس اللي موجود، ما فيش حد بيبقى قدامنا يعني، فبالنسبة لنا إن يبقى في جمهورين أنت دول بيشجعوا دول بيشجعوا، إحنا تحت في الملعب أنت مش سامع حاجة، لا سامع نفسك ولا سامع الكابتن ولا سامع الحكام، صفرت الحكم أساسا كارثة ما أنت بتسمعش، أنت كل اللي سامع هنا وهنا، ولما صوتهم بيعلى انت صفاره بقى في ودانك، انت مش سامع حاجه خالص، فبالنسبه لي كانت اكسبيرينس لذيذه قوي 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 قوي، وفي النص بتدي حماسه مش طبيعيه من جمهورين مش جمهور واحد يعني، جمهورين بجد، والناس اللي هم الحضور اللي موجودين الاهالي وكده برضو موضوع مش طبيعي، عشان كل الناس من حوالين مصر كلها كانت موجوده في الماتش ده، حتى انت اصلا عارف ان مصر كلها دلوقتي بتتفرج عليك، فدي بحد ذاتها كانت بالنسبه لنا برضو انت at some point انت هتنسى الناس دي كلها وهتلعب انت والسته اللي في الملعب والسته اللي قدامك والحكام بس، الحمد لله. في الماتش ده بقى منكم مش سامعين بعض اساسا، الشوط الرابع الاهلي كسبان 2-1 19-14، 6 نقط والاهلي ياخد البطوله، فجاه في تايم اوت، بعديها الزمالك رجع اتحول تايم اوت، تحولنا ليه تحول او ايه السر، او هل الاهلي كان خلاص مطمن زياده عن اللزوم فانتوا استغلتوا الموضوع؟ اولا احنا ما خدناش بالنا ان الاهلي احتفل بدري، ولا ان الناس في المدرجات بدات خلاص تغني وتقوم وتحتفل، والحاجات دي كلها شفناها بعد الماتش ما خلص كلها، احنا ولا شفنا يعني، بيقولوا في ناس بتقول ان اللعيبه كمان بدات تغني وتحتفل ومجلس الاداره والنادي والجماهير وكده، احنا طبعا ولا خدنا بالنا من حاجه زي دي، احنا في التايم اوت
هي كلمة واحدة اللي اتقالت من كابتن أحمد واللعيبة، يعني إحنا لسه بدري، إحنا 5 نقط عشان نوصل لهم وهم 6 نقط عشان يكسبوا الجيم، فإحنا لسه فيها ونقدر عادي نوقفهم ونجيب. غنت في وداني دلوقتي. وما تلموش الفوطة، لسه بدري. بصراحة الجملة دي اتقالت، ما تعرفش اللي حصل فينا، نزلنا كل حد كان مثلا غلط في حاجة، لا هو مسك نفسه قدر يعوض يعني. وكده كده دايما في اللعبة الجماعية لما حد بيقع ممكن اللي بعديه يتجر وراه في الغلط، بس لما برضو حد بيجيب نقطة اللي بعديه بيقوم وراه، فاحنا لما واحدة جابت التانية مسكت نفسها، اللي بعدها جابت معاها، ففجأة لقينا نفسنا عادي يعني. الموضوع كان سهل، طب احنا ليه كنا صعبين؟ الوضع ده كل لعيب برضو في قلق، يمكن القلق الأكبر يبقى عليك انتي، انت اللي بتودي اللعيبه دي اللي تشوت، انت اللي بتختاري مين اللي يعمل، بتبصي على البلوك اللي جنبك هتعملي ايه. شيلي نفسك من الضغط ازاي في فتره قويه زي دي؟ قعدت اغني. هي اصلا في حته تانيه على طول كده. والله لا يعني لو ركزت في الماتش هتلاقيني دايما بحاول ابقى هادي على قد ما اقدر عشان ما تشدش مع التنشنه بتاعه الماتش، فببقى بحاول ان انا اطلع نفسي من المود، من وانا مش سامع حد، انا بلعب ليا ونفسي والدنيا اللي حواليا، ما تشدش مع الناس اللي هنا، وبحاول على قد ما اقدر ان انا برضو اهدي الناس اللي حواليا عشان هم كمان يهدوا، هم لازم يبقوا مركزين، عشان انا لو اخترت حد في الوقت ده مثلا حاسه ان هو ده اللي هيخلص، محتاج هو كمان يبقى مركز ان هو هيخلص، فبحاول ان انا برضو امتص الانرجيز اللي بتبقى في الملعب الكتير دي على قد ما اقدر. فازاي بطلع نفسي؟ بقعد اغني، بقعد افكر في حاجه تانية، بقعد اطلع نفسي من الموضوع، ببص مثلا لكابتن احمد اقول له انت شايف ايه، على حسب الموقف في وقتها. من سمات مركزك انك تطلعي نفسك، يعني المركز ده لازم يطلع نفسه بعيد عن الملعب خالص، ولا ده شخصي؟ لا ده انا، ده شخصي، ده انا. كل واحد على حسب هو بيركز ازاي يعني. في ناس تانية لا لازم تبقى مع الكابتن، في ناس تانية لا لازم تبقى مع حد يقول لها تعمل ايه. انا في اوقات ببقى محتاجه حد معايا يقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه، بس ستيل لما بيبقى في حواليك ناس كتير قوي تتكلم اعمل 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 اعمل، انت بتضطر ان انت اللي تقرر في الاخر. فدي بالنسبه لي انا عشان اطلع نفسي انا كدانا من الموضوع، لازم انا ابقى يعني دماغي صافيه عن اللي بيحصل حواليا عشان اعرف اركز. الشوط الخامس بقى كمان، يعني مش مثلا الزمالك فرق نفسيا فتفوق من البدايه، او العكس الأهلي تدارك الخطأ لا ماشيين نقطة بنقطة، لا بالعكس احنا بدأنا في الأول 4-1 و4-0 بس بعدها من 4-4 بقى فضلتوا ماشيين نقطة نقطة لحد 13-13 للأسف. فمن 4-4 ل 13-13 دي برضو الوضع مش طبيعي يعني، مش الهادي مع ضغط الجماهير اللي انتوا مش سامعين حاجة منهم. فانتوا برضو لما من 4-0 بقيتوا 4-4 عملتوا ايه، او ايه اللي حصل في الماتش؟ احنا يعني لما كسبنا الجيم الرابع خلاص احنا اللي هو لا يعني احنا وصلنا هنا، يعني ما ينفعش نطمن، لا ما ينفعش نطمن، لان ده اللي حصل في السوبر، خدنا الجيم الرابع وخسرنا برضو الخامس، فاحنا برضو لا يعني لسه بدري، احنا كده بس اتعادلنا، احنا بس عندنا شوط واحد من 15 نقطة احنا يعني لازم خلاص نموت نفسنا فيه، لان خلاص يعني ما قدناش غير كده. فطبعا لازم هدوء اعصاب اول حاجة، وثقة في نفسك وفي اللي حواليك اكتر يعني حاجة، عشان هو الجيم الخامس ده بيبقى هو كده، هو مش فولي، هو بيبقى عبارة عن اللي ماسك نفسه في الملعب، اللي ماسك نفسه نفسه طويل وقادر يستحمل الضغوطات اللي حواليه، ده طبعا هو اللي يعني بيكسب. فاحنا كنا 4-0 وفجأة بقينا 4-0، وبعدين نقطة بنقطة ونفرق نقطتين ونرجع نتعادل، وده يعني لا ده كان مدينا ثقة أكتر إن لا إحنا هنعملها يعني. لو كان فرق كبير لو كان ممكن العكس، الجيم بدأ 4-0 كان ممكن اتهز، بس هو عشان بدأ لينا إحنا 4-0 والفرقة التانية هي اللي بتحاول تجيبنا طول الجيم، إحنا الليدنج نقطة وهما يجيبونا، فده كان مدينا أفضلية وثقة أكتر إن لا عادي إحنا يعني هنعملها وهنكسب وخلاص 5 دقايق والبطولة يعني تبقى معانا. فلا يعني ثقة يعني الحمد لله. لا هي خصوصا اصلا ان كل الناس اللي كانت يعني كل الناس اللي كانت بتتفرج على الماتش محدش متوقع ايه اللي هيحصل،
حتى احنا جوه الملعب احنا نقطة بنقطة احنا مش عارفين ايه اللي بيحصل. احنا مش عارفين الموضوع وصل ل13 قول، احنا برضو مش عارفين ايه اللي هيحصل. احنا نقطتين اي حد فينا هياخد البطولة. وبالظبط من 4-4 ل13-13 يعني حوالي 18 نقطة ماشيين مع بعض. وكل الناس بجد بعد الماتش اللي بيفهم بولي او اللي ما بيفهمش بولي كله كان قاعد متوتر، هو كلهم قاعدين متوترين عشان هو الماتش كان حلو يعني. ماتش فرقتين ماتش فرقتين انت لو قعدت تتفرج عليه انت هتنبسط من البولي اللي جوه. الفرقتين عملوا ماتش بجد حلو قوي يعني. الماتش ده خدنا لان الزمالك بقى اول فريق مصري يوصل كاس العالم للانديه. يمكن ده انا مشيت، هنرجع للموضوع ده بعدين للاسف. بس الزمالك بقى الزمالك هيلعب البطوله في شهر 12 في الصين. هبتديتوا تبصوا مين الفرق اللي صعدت، احنا هنلعب فين، هنعمل ايه، ولا لسه بدري ولسه السيزون بقى؟ انا عرفت اقول لك يعني ممكن بقى تقول، بس هو كده كده ما فيش حاجه اسمها لسه بدري يعني. احنا فجاه بنلاقي نفسنا حالا لازم نبقى جاهزين. فلا احنا الايام اللي فاتت دي كلها بقى هنبدا تمرين امتى ومين اللعيبه اللي هتيجي ومين اللعيبه اللي هتمشي والجهاز يعني التجديدات الحاجات دي كلها اللي هو لا هي مش اجازه يعني. بس لا يعني طبعا اكيد هيبقى فرق جامده جدا يعني اكيد. فاحنا محتاجين قوي نبقى اتليست زيهم، مش طبعا احسن منهم. ايه الهدف اللي انت عايزه الزمالك يحققه او ان انتوا تحققوا هناك؟ طبعا نفسي نلعب على ميدالية. طبعا طبعا حلوه حياه. يمكن انت خلاص اعلنتي رسمي ان رحتي نادي يوناني، هل ما فكرتيش اللي هو لا طب اجل الخطوه دي لحد شهر يناير او ممكن الموسم الجاي بما ان في حدث زي كاس العالم؟ اكيد فكرت، اكيد فكرت، خصوصا ان ده حدث ما بيحصلش كتير، اول مره يحصل يعني. I'm so proud ان احنا وصلنا لحاجه زي كده. بس انا فعلا في نفس الوقت يا اما اضيع فرصه الاحتراف دلوقتي يا اما اخدها. فانا كان بالنسبه لي عايزه اطلع العب بره في اوروبا واطلع اللي هو فرصه كويسه في الدوري اليوناني. اليوناني برضو دوري كويس، ممكن ما يبقاش من التوب ليجز بس كومبيتيتيف قوي جواه. كل الناس الكويسين دلوقتي اللي هم بيلعبوا في ايطاليا وتركيا والناس دي كلها، حتى المحترفين اللي جم في مصر كلهم عدوا على الدوري اليوناني. والفرقه اللي انا رايحها برضو هتبقى من التوب 8. فبالنسبه لي دي كانت اوبورتونيتي حلوه قوي ان انا اروح اظهر اكتر هناك او العب، وكمان اكتر من اظهر ان انا اخد من خبرات الناس اللي هتبقى موجوده هناك، وحتى الناس اللي بتلعب الماتشات هتبقى مختلفة تماما، الستايل بتاع اللعب، الستايل بتاع الناس اللي حواليا، الكلام ده كله. فأنا بالنسبة لي أنا واخداها كرحلة استكشاف ورحلة تعلم علشان أعلي من نفسي وأعلي من اللي أقدر ممكن أوصل له يعني. بس كان نفسي ألعب كأس العالم، أكيد كان نفسي ألعب، ما فيش حد مش نفسه يلعب كأس العالم. بس في أوقات كده أنت لازم تختار، والاختيار ده هيجي على حاجة. فهي بقى التريب كانت هنا. يعني نقدر نقول ان هي خطوه للمستقبل بالتدريجي من اليونان بالزبط. اكيد حاطه طموح لاكبر من كده. بالظبط، اكيد الواحد بيبقى عايز ستيب اولى بس يبقى بيس كده، يبدا منه على يعني خطوه اعلى خطوه اعلى خطوه اعلى. فبالنسبه لي ان شاء الله ان شاء الله يعني اي هوب ان اليونان دي تبقى اول خطوه لكتير قدام ان شاء الله. اتقال كلام ان البطوله دي بالنسبه للعيبه حياة وموت، لأن جالهم قرار أن البطولة دي اتخدت، فتمام ما اتخدتش يبقى كده العقود هتتغير ومفيش الأرقام اللي بتتاخد أيا كان هي أي. فهل الكلام ده اتقال لكم ولا أنتوا برضو الكلام ده مش صح؟ لا مفيش حاجة خالص اتقالت كده. مجلس الإدارة معانا كويس جدا، موضوع عصم ما اتفتحش قبل كده، فاحنا ما بنبقاش فاهمين قوي الإشاعات دي بتطلع منين، بس احنا بنبقى فاهمين غرضها يعني. فكده كده بنشوف الحاجات يعني زي ما الناس كلها بتشوفها وخلاص ونسكيب يعني. ده لو احنا ساعتها بنبقى فاتحين سوشيال ميديا كمان، احنا اغلب الوقت ممكن نبقى مسحينها خالص، ما بنفتحش فعلا اي حاجه عشان بنبقى عارفين ان في وقت ما بيبقى فيه هجوم شديد قوي علينا او على حد مثلا مننا او على اتنين او على فرقه يعني عموما، عشان يعني تركيز تركيزنا يقل او كده. فاحنا بناخدها يعني من قصرها نمسح كل حاجه يعني. لو واحده فينا لمحت واحده منزله مثلا فيسبوك او انستغرام او كده، لا يعني بنقول لها يلا دلوقتي صحيح. فمفيش حاجه من حاجات خالص. نهايه الموسم اللي فات نهايه مثاليه، كاس مصر بعد خساره الدوري، الفوز ببطوله افريقيا. فيمكن ممكن الناس توقعت بقى ان الموسم ده خلاص بقى سيطره والفريق حصل فيه انسجام.
حصل تذبذب، هل السبب الرئيسي في تغيير الجهاز الفني ولا مثلا غياب حد مؤثر زي فريدة كانت واخدة أفضل لاعبة في أفريقيا السنة اللي فاتت؟ عوامل كلها بتكمل بعض. يعني ممكن يكون إحنا والجهاز الفني ما كناش منسجمين مع بعض، أو ما كناش عارفين نطلع أحسن حاجة عندنا، أو حد يطلع لنا أحسن حاجة عندنا، بس عادي بتحصل في كل الأماكن يعني. وأكيد غياب فريدة برضو أكيد كان مؤثر معنا، بس برضو يعني الحمد لله يعني اللي كانوا موجودين قدروا إن هم يسدوا يعني. وبس يعني هي كلها حاجات برضو ممكن تقول عوامل ما كانتش مساعدة طول السنة، أيا كانت إيه العوامل، ربنا ما كانش رايد طول السنة، عشان هي الحاجات دي ممكن كانت تحصل وكنا نكسب ساعتها، ما كناش هنتكلم في حاجة. فهي ربنا ما كانش رايد خالص يعني من أول البطولة، يعني من أول السنة. وفي الآخر يعني برضو الحمد لله نفس الفرقة هي اللي كانت بدأ في أول سنة هي اللي نهت نفس الفرقة اللي في آخر السنة، فربنا لما بيريد محدش بيقدر يقف قدامه. ميلكا المحترفة البرازيلية كانت معاكم الموسم اللي فات، الموسم اللي فات الناس كلها بتتكلم عليها وقوتها، الناس لاحظت شوية أن لا مش نفس مستوى الموسم اللي فات رغم أنها برضو كانت مؤثرة، هل ده بيبقى مثلا الناس حفظت طريقة لعبها فده مؤثر شوية، ولا انتوا بتكونوا شايفينه ازاي، ولا انتوا مش حاسين ان في فرق اصلا؟ لا هو في فرق في مستوانا عموما كفرقه مش هي شخصيا، فلما يعني الناس بتنتقدها بحس بظلم شويه من ناحيتها، لان حرام احنا بنبقى سته في الملعب كلنا لينا عامل يعني على بعض، يعني لو ده انا وقع فانا طبيعي هقع معاها، اللي قبل يعني اللي قبل ده انا اللي يعني بيستقبل الكوره ده انا كده، يعني كلنا بنأثر على بعض. فهي كانت يعني مش في مستواها لما كنا كلنا مش في مستوانا، بس لما كلنا فوقنا هي برضو كانت فايقة معانا، بدليل ان هي نهاية السيزن يعني كويس قوي وخدت احسن لعيبة اربعة في البطولة، اول يعني هي خدت قبل محترفة الاهلي، فيعني ده معناه ان هي كانت السكاوتنج بتاعها كمان اعلى من باقي اللعيبة. فلا يعني بصراحة حرام، هي بجد اكتر حد مجتهد وشخصيته فعلا مؤثرة جدا معانا نفسيا، هي ليدر قوي في الملعب، ولما بيبقى في حاجة هي أول حد بيتدخل، فهي بس الظروف ما كانتش مساعداها وساعدانا يعني في الأول. اتقال برضو أن محترفة الأهلي هي سر 80% من تفوق الأهلي في بداية الموسم، أنتوا برضو بتكونوا شايفين ده كلاعيبة فولي بقى وفاهمين أكتر من أي حد، ولا هي برضو الظروف عامة وأنها جددت لسنة تانية ده يدي فرصة للفرق ان خلاص حفظت لعبها مش متفاجئين زي الموسم ده، ولا برضو موضوع ملوش علاقة؟ لا هي طبعا محترفة الاهلي كانت كويسة قوي قوي السنة دي، يعني ممكن تكون هي كانت مصدر، يعني دايما كنت بقول ان هي مصدر القوة بتاعت الاهلي، بس طبعا ده ما يقللش من كل اللي موجودين في الأهلي دلوقتي، يعني حتى كل اللي موجودين دلوقتي شايلين في الملعب وكلهم بيلعبوا، وساعات هي ممكن ما تبقاش مثلا فايقة في الوقت ده اللي حواليها في الملعب بيشيلوا معاها، فهو ستيل كل واحد ممكن يجيله باد دي ومش عارف ايه باقي هيشيله. فحاسة ان برضو تجديدها للأهلي سترينث وكل حاجة، بس ستيل لا هو عادي يعني، ما احنا برضو ميوكا كانت السنه اللي فاتت كانت معانا، والسنه دي برضو الناس برضو كانت ثابته نفسها برضو في الدوري وفي الكاس والكلام ده كله، بس ف لا يعني حاسه ان هي كل دوري او كل بطوله او كل سيزن مختلف عن اللي قبله. ايه اللي هيحصل السنه اللي جايه محدش عارف، اللي حصل السنه اللي فاتت خلص هنخلص ونقفل عليه، السنه اللي جايه حاجه جديده خالص محدش عارف ايه اللي هيحصل. يعني بمناسبه السوشيال ميديا قلت انك بتيجي في وقت كتير بتمسحي وتقفلي، فما اعرفش برضه انت شفت الكلام ده ولا لا، ان جمهور منافس يهاجمك او ينتقدك او حاجه يعني معروفه شويه، هل لما تابعتي مثلا بعد خساره الدوري او الكاس ان كان في انتقادات لمريم او لاسامي معينه، هل انت شفتي ده ولا لا، ولو شفتي هل انت قررت انك تردي في افريقيا وتقدري تحولي الكلام ده، ولا برضو موضوع بالنسبه لك ان الجمهور كده كده من حقه بيقول يعني؟ بصراحه انا من قبل الدوري مثلا 10 ايام اسبوعين كنت ماسحه على السوشيال ميديا لحد اخر يوم كسبنا فيه افريقيا، فانا ما شفتش اي حاجه خالص، ومحدش كان يعني
مش قصدي، بس محدش كان يقدر يبعت لي حتى حاجه يعني، من كتر ما الناس عارفه اللي هو السوشيال ميديا مقفوله بالنسبه لي، محدش حتى يوريني ايه مكتوب مثلا على دانا يعني، مش حتى عليا. فما شفتش لا يعني اي حاجه، بس انا من جوايا كان عندي يعني لا انا لازم يعني، مش عشان ارد على جمهور الجمهوري او جمهور الخصم او الفرقه دي او اي حاجه، لا هو يعني حاجه تشالنج شخصيه ان انا هنا وممكن في اي لحظه ابقى يعني اكسب الفرقه وانا موجوده، ومش عشان انا وقعت مثلا فتره او حصلت لي مثلا مشكله ما تفتكروا ان انا وقعت، لا عادي انا موجوده. فاهم قصدي؟ يعني مش عارفه اقولها ازاي، بس دايما النقد بيكون حافز كبير قوي، بالذات لو حاجه فعلا في مصلحتك يعني، مش اللي هو نقد وخلاص يعني انت وحشه وانا حلوه، لا يعني انا فعلا برضو في ثقه في النفس بتبقى موجوده، وبتبقى كويس قوي مع الخبره بتبقى فاهم النقد ده بيعليك ولا الغرض منه يوقعك، فانت بتعرف يعني بتعرف تميز. ده انا رحيل للدوري اليوناني في البدايه العرض هل جالك بعد بطوله افريقيا ولا الكلام من بدري شويه؟ فكرتي في ايه وانت رايحه القرار ده؟ برضو الدوري اليوناني تابعتي الفرقة الأول ولا قررتي على طول مجرد ما جالك العرض؟ الموضوع بادئ الصراحة من بدري، من بعد المنتخب اللي كنا فيه في غانا، لما خدت أحسن تصيرة بدأت يعني كان في ايجنت بيتكلم معايا وكده، أو ايجنس يعني، كنت بشوف مين هيقدر يعني يقدر يجيب لي حاجة كويسة. فبعد البطولة دي فعلا جالي كذا أوفر، مش اليونان بس، كان جايلي من كذا حتة تانية، سايبرس، فاينلاند، الحاجات كلها كده. وبعدين كان في كذا بلد اللي هو خلاص المفروض اختار منها، طبعا كل دي نقاشات طول يعني طول السيزن، بس انا كل شوية كنت بحاول اخر الموضوع بتاع التفكير ده على اخر وقت خالص، عشان اركز في البطولة او اركز في اللي احنا بنعمله، عشان أدي كل حاجة اهتمامها. وبعدين at some point قبل بطولة أفريقيا كان لازم الواحد يبدأ اللي هو يعرف هو هيعمل إيه، فبدأت اللي هو أبص على الدوريات عشان أشوف برضو الدوري ده أعرف مثلا الدوري ده هيبقى أحسن من ده أو كده. بعد بطولة أفريقيا أخدت قرار يعني بعد البطولة على طول، بعدها ما فيش يعني، إحنا أصلا لسه مخلصين البطولة يعني. فبعديها كان القرار صعب، كان لازم أخد القرار. شفت طبعا حاجات للدوري اليوناني، وطبعا كنت بحاول اشوف الفرق على قد ما اقدر. كان في كمان اللي اعرفه ان في الدوري اليوناني ده شومبا اللي هي كانت من كينيا احسن لعيبه في كينيا السنه قبل اللي فاتت بالظبط، والاول كانت واخدها في الكاميرون، في الكاميرون كمان اللي فاتت خدتها في بطوله تونس الاول، وبعد كده خدتها في منتخب. هي بجد ايكون من الايكونز بتاعت كينيا وافريقيا، هي بجد شاطره قوي او كويسه جدا. فبرضه ان هي تبقى موجوده في دوري زي ده، فده بالنسبه لي كان برضه حافز كبير قوي، ان هو طب انا عايزه اروح واجرب واشارك والعب وكده، وخصوصا كمان ان احنا في مصر بنحاول ان احنا نرجع مصر لمكانها في الدوري يعني في قمه افريقيا يعني. الحمد لله خدنا بطوله غانا وزون 5 دوره العاب، اللي هي دوره العاب اللي هي كانت في غانا، وزون 5 اللي هي كانت التصفيات اللي كانت هنا في مصر. لعبنا كينيا مرتين هنا ومره هناك، وكان ماتش السيمي فاينل هناك. فبرضه ستيل هو انت بتلعب مع كينيا، يعتبر دي اقوى فرقه في افريقيا دلوقتي، او بقالها ميتو بقالها كتير قوي يعني. فبالنسبه لي برضو ان هي دي، ان احنا نقدر نعمل كده الفتره اللي فاتت، وان احنا نقدر نلعب بالطريقه دي ونوصل للمستوى ده، فليه لا اطلع بره واخد التجربه دي؟ ليه لا ما اجربش اطلع من مصر واحاول ان انا اتعلم من بره، ولما ارجع افيد المنتخب، وافيد حتى لما ارجع لو قررت ان انا ارجع العب في مصر. فاللي هو بالنسبه لي كل الحاجات دي ساعدت ان انا اخد القرار، خصوصا زي ما قلت لك هو ما كانش قرار سهل خالص بعد افريقيا، فالحمد لله. طب دلوقتي في دانا في الدوري اليوناني، في ندى معوض، في برضو في دوري جامعات هي النادي نور ياسين، وكان في سهيله برضو لغايه السنه اللي فاتت. الدوري بقى تنافسي اهلي وزمالك واسماء لعيبه كتير في كل مركز، نقدر بقى ان خلاص في كاس العالم نحقق مش شرط ميداليه بس نحقق انجاز. بطولة أفريقيا غايبة بقى لها كتير، ممكن يحصل ولا برضو لسه في فروقات محتاجة شوية شغل مع المنتخب صح؟ طبعا. لا أنا شايفة إن إحنا يعني المفروض إحنا دلوقتي طبعا على قمة أفريقيا، وخسارتنا النهائي بطولة الأمم دي كانت حاجة يعني
مش عارفة أقولها إزاي، بس إن هو يعني ما كانش فيه توفيق من ربنا. إحنا حصل إصابات وحصل يعني ما كانش الفرقة أحسن حاجة يوم الفاينل، بس الطبيعي إن إحنا كنا نكسب أكيد، بس إن إحنا برضو نتأهل لكأس العالم. دي طبعا حاجة برضو كانت مهمة قوي، ما كانش حصلت من 2014 أو 2013 حاجة كده، 2003 صح؟ 2003 في أفريقيا كان آخر مرة مصر تاخد البطولة. 2003، فده يعني إنجاز كبير. إحنا اللي عملناه، فكل واحدة في الفرقة كانت فخورة جدا بأن هي ساعدت حتى لو بحاجة بسيطة يعني للفرقة أن هي توصل للمكانة دي. فإن شاء الله بعد ما كسبنا بطولة دورة الألعاب الأفريقية بغانا، إحنا المفروض يعني إن شاء الله بعد كده ما نخسرش. يعني نهاية فترتك مع الزمالك تقيميها بإيه قبل تجربة الاحتراف؟ وهل مثلا تواصلتي مع حد من المنتخب محترفات بره تبتدي تساليهم، ولا بما ان اليونان ما حدش راحها قبل كده فما سالتيش حد؟ حاولت اسال المحترفات حتى اللي جم هنا علشان هم لعبوا هناك، يعني حاولت اسال على قد ما اقدر الناس اللي ليها اكسبيرينس في الدوري اليوناني. يعني الاكسبيرينس بتاعتي مع الزمالك مؤخرا، هقول لك هكلم على اخر اسبوعين او بطوله افريقيا، علشان هي بجد كانت الأقرب إلى قلبي، خصوصاً إن هي دي اللي كانت عوضت حاجات كتير حصلت طول السنة، وكان في إخفاءات كتير قوي من كل حاجة، وبجد هي دي كانت أكتر حاجة هقدر أقول إن أنا هفتكرها بجد لحد ما أرجع هنا تاني. In general يعني السنتين بتوع الزمالك علموني حاجات كتير قوي. مبسوطة قوي إن أنا بجد لعبت في الزمالك ولعبت مع الفرقة ولعبت جنب كل اللي موجودين دلوقتي بجد، ومبسوطة إن إحنا قدرنا إن إحنا نلعب بالطريقة دي، وإن إحنا بجد يبقى في أصلاً ماتشات زي دي الناس كلها بتتكلم عليها وبتتفرج عليها، فدي حاجة بجد أنا فخورة بيها. بجد إكسبيرينس الزمالك بالنسبة لي كانت كويسة جداً قوي قوي. يعني آخر بطولة مع الأهلي خدتي أحسن حائط صد في أفريقيا، آخر تقريباً ماتش مع الأهلي. ايوه كان ضد البنك التجاري الكيني بالظبط. ودلوقتي اخر بطوله مع الزمالك احسن لعيبه في البطوله كلها في افريقيا، هل فكرتي انك ممكن تحترفي؟ وتاني حاجه، مفروض عقدك خلص، هل بداتي مفاوضات تجديد ولا جددتي فعلا، ولا وصلتي لغايه فين؟ لا، هو انا طول السيزن كنت في مفاوضات ان انا اسافر العب بره، وبعدين عندي مشكله يعني صحيه مخوفاني شويه ان انا ممكن اسافر السيزن الجاي، ف حتى أهلي يعني وكده والناس القريبة مني شايفين إن يعني ممكن أأخرها شوية، وفي بقى يعني مفاوضات دلوقتي أكيد مع الزمالك. يعني أكيد، بس طبعا يعني عايزة أقول قد إيه أنا فخورة يعني إن أنا لعبت في الزمالك سنتين اللي فاتوا وحققت اللي أنا يعني وصلت له، وفخورة قوي إن أنا لعبت مع الفرقة دي واحدة واحدة، والجهاز الفني كله، النادي عموما. كنت حاجة يعني في الأهلي، أخدت طبعا جوائز كتير في الأهلي وأخدت بطولات كتير قوي في الأهلي عمري ما انساها، وفخورة جدا إن أنا كنت يعني جزء من الإنجازات دي. بس نقلتي في الزمالك ودتني يعني حتة تانية، خلتني أحس طعم تاني للفولي، كان يعني طبعا كان موجود في الأهلي بس في الزمالك منافسة الشرسة دي يعني خلتني أبقى لا عايزة ألعب أكتر وأطلع اللي عندي أكتر، وإن لسه بدري، وإن إحنا نقلنا الفولي يعني كرة الطائرة النسائية في مصر لحتة تانية، فدي مديانا حافز طول الوقت. لا إحنا عايزين نخلي الناس تفضل تتفرج، إحنا عايزين الناس تفضل طول الوقت بتقول يا ترى مين هيكسب أهلي ولا زمالك. ده مدينا إحنا متعة شخصية بعيدا عن المنافسة. الناس اللي راحت الزمالك والفرقة اللي اتعملت سنتين اللي فاتوا دول، يعني بصراحة كل واحدة فينا فخورة باللي وصلت له، وفخورين ببعض جدا، وعايزين نكمل ونفضل يعني في الإنجازات دي، عشان ده فعلا مدينا إحساس كده مختلف. يعني من سنتين 5 لاعبات من الأهلي راحوا الزمالك، طبعا الدوري بقى ليه تنافس كبير، بقى متابعته أكبر بكتير، برضو اسم الأهلي والزمالك فرقتين جماهيريتين. هل 5 اللي انتقلوا من الأهلي للزمالك ده بسبب التنافس ده، ان مفيش تنافس والدنيا على طول بنكسب، ولا كان كل واحدة ليها أسبابها؟ أنا شايفة كل حد فينا كان عنده سبب خاص بي، يعني مش لازم كل حد يقوله، وفي الآخر ده أدى لقرار واحد إن إحنا اتفقنا مع بعض. لو في كذا حد مثلا حابب إنه يمشي أو يجرب تجربة جديدة في نادي مختلف،
طب ليه ما نبقاش مع بعض ونعمل يعني ناخد التجربة دي مع بعض بحلوها ومرها. طبعا كان مرها أكتر بكتير من حلوها في الأول، بس طبعا لما بنكسب بننسى أي حاجة. فأنا شايفة يعني أنه لما كل حد بيكون في نادي بيبقى فيه وقت، ويعني بيبقى مرحلة وبيبقى فيه وقت أنت محتاج أن أنت تجرب حاجة جديدة. إحنا الاثنين أو يعني الخمسة أو أيا كان، في ناس تانية انتقلت من نوادي تانية كان طول عمرهم برضو مثلا صيد شمس كده. فأنا شايفة يعني عن نفسي أن أنا قضيت 18 سنة من حياتي في الأهلي، اتعملت في الأهلي وبقى لي اسم في الأهلي، وعمري ما انسى طبعا حاجة زي دي. أحسن يعني فترة بجد في حياتي قضيتها في الأهلي. بس كان في وقت خلاص أنا عملت كل حاجة أقدر أعملها في الأهلي، مفيش إنجاز جديد أنا أقدر أقدمه للنادي ولا أقدمه لنفسي. يعني خدت 4 مرات بطولة أفريقيا، خدت جوائز فردية، خدت بطولتين عربية، طول الدوري والكاس باخدهم. يعني خلاص اللي هو مفيش حاجة أقدر أعملها تاني للنادي وبنكسب والدنيا كويسة. فلما ألاقي في أوبشن تاني إن أنا أقدر أنافس وتبقى تشالنج جديدة شخصية وجماعية، إن إحنا لا يلا نعمل كده ويلا نغير الفولي في مصر، يلا نعمل قلبان والناس تتفرج علينا ويقولوا ايه ده ازاي مشي وراحوا، كان قرار جماعي مننا مش كل حد لوحده، يلا يا جماعة نعمل كده بدل ما كل حد يروح ويبقى مش بينافس. بس احنا كانت قوتنا في ان احنا يعني مع بعض وقدرنا ان احنا نبقى قد القرار، والاحسن ان احنا قضيناه فعلا كله بحلو ومره، وان احنا شجعنا بعض ولقينا ناس تشجعنا، ده طبعا كانت اهم حاجة. فيعني في الآخر هو بيبقى مراحل في الـ يعني كلاعب أو كأي حد في الحياة بيبقى عندك فيزز كده بتضطر في الآخر إن أنت تاخد قرار تستحمل نتيجته حلوة أو وحش. والحمد لله طبعا معانا يعني الحمد لله يعني كان قرار كويس قوي. يعني ميتو كان ليها وضعها في النادي وكانت حققت حاجات كتير قوي، وهي جوه الملعب وهي اللي كانت شايلة كمان جوه. بالنسبة لي أنا كنت بشارك في الأهلي، كنت بشارك كنت بتمرن، كنت بشترك معهم في البطولات، اتصعدت في الفيرست تيم من وانا عندي 12 سنة. بس المشاركة بتاعتي ما كانتش زي ما اللي في جيلي بيلعبوا. يعني ناس كتير قوي في جيلي بقوا بيشيلوا فرق وبقوا بيلعبوا وبقوا بي 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 الأهلي نفسه عايز يجيبهم. فأنا في جوه الأهلي ما كنتش عارفة طب أنا ليه ما بلعبش، أو أنا ليه عايزة أشارك أكتر. كنت بشارك كنت بلعب فاينلز وكنت بنزل نقط حساسة وكنت بلعب وكل الكلام ده، بس أنا كان بالنسبة لي نفسي قوي إن أنا عايزة أشيل وألعب وأظهر. القرار ما كانش سهل، يعني حتى لما كنا بنتكلم القرار ما كانش سهل. إحنا كل الناس دي اتفقت، واللي هو احنا كلنا هنروح في نادي واحد والكلام ده كله. بس انا بيرسني يعني شايفة ان انا كنت عايزة اشارك قوي قوي قوي، وفرصتي ان انا ابقى مع فرقة زي دي كلها بجد نجوم وكلهم بجد بيلعبوا عندهم اكسبيرينس كتير قوي. فدي كانت بالنسبة لي برضو ستيب كويسة اني اظهر والعب. فكرة مش هتحتاجي وقت الانسجام مع ناس جديدة خالص. بالظبط يعني حتى ان دي كانت مطمناني شوية ان انا مش لسه هروح اعرف نفسي او مش هعرف نفسي. يعني هو كده كده الفولي في مصر كله عارف بعضه، بس ستيل ان انت تقعد تثبت مكانك في الملعب. بالزبط. يعني طبعا كان في تشالنجز كتيرة قوي كتيرة قوي السنة اللي فاتت شفناها مع بعض، وما كانش الموضوع سهل. ما فيش قرارات بتبقى سهلة خالص، او يعني اول ما بتاخد رحلة جديدة ما بتبقاش سهلة خالص. بس مع الوقت بدأت تفهم او بدأت تعرف، انا يعني بدأت اعرف الدنيا بتمشي ازاي، او بدأت افهم اعمل ايه واخد خبرة من السنة اللي فاتت على السنة دي في المنتخب. فبالنسبة لي الاكسبيرينس دي كانت ان انا اظهر او اشارك بشكل اكتر، عشان برضو الناس تقول لك ما هي ما كانتش بتشارك خالص. لا كنت بشارك والكلام ده كله، بس انا كنت عايزه اظهر اكتر، عايزه اخد مساحتي في الملعب وعايزه العب. دي كانت بالنسبه لي مين تارجت، والحمد لله يعني ان السنه دي قدرت ان انا احقق يعني احسن بوستر في افريقيا في المنتخب وفي النادي. يعني فدي كانت حاجه بالنسبه لي جول كبير قوي قوي قوي. الله اعلم لو كنت فضلت في الاهلي كنت هعمله ولا لا، بس كان بقالي كتير قوي يعني انا من صغري في الاهلي، فما كنتش قادره اوصل للبوينت ان انا اظهر. فالحمد لله انا قدرت اعمل ده. اما بيكون في كذا حد جامد في مركز واحد، يعني بوزيشن واحد، لازم حد هيتظلم. فانت لما بتكون يعني انا في الاهلي كنت بلعب،
مثلا ده انا ما كانتش بتشارك قوي، انا مثلا كنت بشارك بس اللي معايا في نفس البوزيشن كويسين قوي وكده، بس ممكن يبقوا كانوا مظلومين بسبب وجودي، ظهروا بعد ما مريم ظهروا جدا بعد ما طلعت. فدي فرص من عند ربنا وتوفيق فعلا ربنا ان انت نصيبك هيجيلك كده كده يعني. ده انا مثلا اول ما مشيت ظهرت وتألقت وفعلا بقى ليها اسمها، عشان هي مش وحشه، كان لما يعني ما كانتش وحشه في الاهلي، بس ما كانتش واخده فرصتها. انا كنت واخده فرصتي الحمد لله جدا وثبت نفسي، بس كان غيري كويس قوي برده بس مش قادر ياخد الفرصه بسبب وجودي انا وفريده. فلما احنا مشينا ورحنا الزمالك غيرنا طلع وظهر وبقى ليه اسمه كويس، فدي حاجه مش عمرنا بتضايقنا، بالعكس يعني نصيب، وان الناس كلها بتاخد فرصها وبتلعب ومبسوطه، دي يعني اهم حاجه. وفي الزمالك انا خدت فرصتي في بوزيشن تاني بقى خالص، نقطه تحول بالنسبه لي عمري ما كنت اخدها في الاهلي، مش عشان انا يعني وحشه، بس عشان كان في اوريدي ناس بتلعب في مركز 4 في الاهلي، فليه نخلي ميتو من 3 تلعب في 4؟ بس في الزمالك لما اضطرينا نعمل كده ونجحت، بالنسبه لي احلى حاجه يعني حصلت في حياتي. فهي بتبقى فرص بتيجي فجاه للبني ادم، ويا يستغلها يا في مقولة بتقول إن السوشيال ميديا مش بتعبر بنسبة 100% عن الواقع، فممكن تكونوا بتتعرضوا لمضايقات شوية من بعد ما مشيتوا، برضو أهلي وزمالك دول فرقتين جماهيرية كبيرة جدا في مصر، هل ده في أرض الواقع حاصل يعني وانتوا ماشيين ممكن تتعرضوا لمضايقات بسبب أهلي وزمالك؟ مبدئيا نفسي أقول حاجة، كل اللي بيتقال على السوشيال ميديا غلط، ما فيش اي حاجه من على السوشيال ميديا تتقال صح. قصص اللي بتتكتب، انت الصبح انت كويس، بالليل انت وحش، انت النهارده الناس بتحبك جدا، انت النهارده الناس مش بتحبك خالص، بتطلع وبتنزل الواحد في ثواني. حتى القصص اللي بتتكتب عن سبب مشياني، حاجه بتتكتب عن سبب اعادي، حاجه بتتكتب عن واخد اجازتي فين، كل الحاجات دي لا تموت للواقع بصله، ملهاش علاقه بالواقع خالص. فبالنسبه لي السوشيال ميديا كل اللي بيتكتب عليه، انت ممكن تفتح النهارده تقرا خبر عن نفسك، ايه ده انا فعلا تقفلت ايه. بس انت بقى في الشارع يعني، انت برضو انتوا بتلعبوا في الاهلي وبتلعبوا في الزمالك، بتلعبوا رايح جاي زي ما بيتقال، ايوه، بتتعرضي بقى لمضايقات عشان انت مشيتي من الاهلي او العكس؟ دي حقيقة. طبعا حتى لو مش مضايقات بالشتيمه، حصل معانا شتايم كتير، بنبقى ماشيين فاكرينها. كان نفسي افهم الناس ليه في الشارع مثلا راجل ممكن يحط عقله ببنت او حاجه ويشتمها في الشارع، او يشتمها يعني حد بس يدخل يشتمني على المسجز ليه؟ انت بتستفيد ده في السوشيال ميديا، لكن في الشارع بقى والحقيقه عادي في الشارع نفس في الشارع الكلام. عادي، انت ممكن حد يعاملك بطريقه وحشه لمجرد بس ان انت انتقلت، مش ان انت بتلعب، انت ممكن هو اصلا ما يعرفش انت بتلعب ايه، انت هو ما يعرفش انت مين، بس رحت من نادي النادي المنافس بتاعك، هو ممكن ما يكونش عارفنا احنا شخصيا، هو ممكن يكون شاف صورتنا بس، فهو واي حاجه بتتاخد عليك اصلا، ده اي حاجه بتتاخد عليك، انت قلت اي حاجه بتتاخد عليك. وانتوا بتتعاملوا بقى في الشارع زي يعني على السوشيال ميديا ممكن تتجاهلي الرساله وتقفليها، لكن برضه لما تبقي في الشارع وقصادك كده بيبقى موضوع مختلف، بتتجاهلي برضو ولا بتروح؟ على حسب الموقف. قابلني واحد من يعني مشجعين الأهلي، هو مش من الجمهور يعني، بس يعني قصدي مش من الألتراس، بس شخص أهلاوي شتمني ومسح بكرامتي الأرض، وأنا ما كنتش واخدة بالي أصلا، خدت بالي لما لقيت واحد زملكاوي بيرد عليه، وبدأت يبقى في خناقة في الشارع، فببص لقيت الاتنين بيتكلموا علي عند نادي الزمالك. يعني طبعا إحنا مقدرين قوي غضب الجماهير او غضب الناس الاهلاويه قوي او الناس المتعصبين اللي هم اصلا في منهم ناس في اهالينا اهالينا احنا يعني حتى في العائلات في طبعا طبعا حتى اصلا جماهير الزمالك المتعصبين هم برضو في ناس منهم مش قابل فكره بالظبط يعني. فانت انت في النص، انت محطوط في النص، انت عايز تعمل حاجه ليك وعايز انت عايز تثبت حاجه لنفسك مش هتركز بقى في كلنا بالظبط، لو ركزت هتقع يعني بالظبط. طب مع يعني برضو الناس دي ممكن تشوفيهم في الشارع وتمشي، لكن في جوه العيلة دي برضو موضوع انا عن نفسي في عيلتي كان عندي يعني انهيارات، ازاي تعملي كده، انت اتجننتي انت، وانا من جوايا كان طبعا عندي مخاوف جدا، انا ازاي اعمل كده؟ وده لسه مستمر ولا خلاص؟ لا طبعا خلاص بقى يعني، خدت التجربة وخدت القرار وصليت استخارة، ولقيت معايا ناس هتشجعني يعني هتسند عليهم، اللي هم اللي معايا، الفرقة اللي معايا بالذات طبعا، الناس اللي مشيت معايا والناس اللي جت من نوادي تانية، فبقيت فرقة
فعلا تحمس ان الواحد ياخد التجربه وياخد الريسك. يعني انت خليت الناس كلها تتفرج وتنبسط باللعبه اللي الناس كلها اصلا ما كانتش متابعاها. انت يعني اكتر ناس اكتر حاجه بتتشاف في مصر هي كره القدم، ممكن بعدها هاندبول، باسكت، عمر ما البولي يعني بيخش في بولي بنات. فانت بالنسبه لي انا ان الناس تقعد تتفرج على بولي بنات في القهاوي، وصلت اللعبه بحته تانية خالص. وبداوا يفهموا، حتى انت تبقى عارف انت بتعدي كويس، انت مش عارف ايه، كانت الناس بدات تفهم اللعبه والروتيشنز بتاعت اللعبه. فدي كانت حاجه بجد كويسه قوي قوي. فاللي هو الناس اخذت وقت عقبال ما بدا التعليقات اللي هي الايجابيه تظهر. بالظبط، يعني التعليقات اللي هي السيئه قوي دي تقل والايجابي اللي يطلع. فبالنسبه لي دي كانت احلى حاجه، يعني ان الناس بدات تركن كل حاجه على جنب وتستمتع بالرياضه. بالظبط، تستمتع بالرياضه والروح اللي في الملعب، وان احنا الفرقتين اخوات واصحاب، وان احنا في الاول وفي الاخر بنمثل مصر، وفي الاول وفي الاخر كلنا بنتجمع في المنتخب. الرياضه دي حاجه كبيره قوي الناس مش فاهماها. الرياضه دي بجد بتوصل كل الناس في حته تانية، وان انت تبقى عندك الروح الرياضيه دي اهم من اي تعصبات ومن اي حاجه. نسبه المشاهده بقى اللي زادت وبقت اعلى من الولاد زي ما انت بتقولي، ده ما بيخليكوش بقى تحت ضغط اكبر؟ ما هو دلوقتي الاهتمام زاد، فالاهتمام زاد ايوه طبعا هيخلي الانتقادات برضو تزيد، زي ما الاشاده هتزيد لما تكسبي، لما تخسري الانتقادات هتزيد. ده ما بيمثلكيش ضغط اللي هو لا كنا نلعب على قدنا كده مع بعضنا احسن؟ لا بصراحه في الاول كان عامل ضغط طبعا جدا، بس بعد كده لا، هو مدي حافز مش طبيعي والله بجد. يعني احنا ازاي عملنا كده، احنا لازم نكمل، فاهم قصدي؟ انما الضغوطات وكده زي ما قلت لك، احنا بجد بنبقى كاننا لابسين كده سماعات، مش سامعين اي حاجه، مش شايفين اي حاجه، قافلين على نفسنا جدا. لو فصلت نفسي عن الضغوطات دي، لا انا هنجح قوي، والضغوطات دي هتتحول لحاجه ايجابيه جدا، فهتبسط. يعني مفيش داعي ان انا اخد الطريق الاسهل، ان انا اتاثر واقعد على جنبه يا لهوي وانا خايفه وكده. لا بالعكس، انا ممكن افصل خالص، وده اللي يعني هيوصلني للي احنا بقينا فيه دلوقتي. يعني ودلوقتي كمان اصلا احنا اللي بقينا بنقول للناس اتفرجوا على ماتشنا، تابعونا، الماتش هيتذاع مثلا على اون تايم، هيتذاع على اي قناه من القنوات. فاحنا اللي بقينا نقول للناس اتفرجوا علينا، وهو الناس اصلا من اول السنه بتبدا تبعت او تكتب كومنتس او حاجه، يا جماعه هو الماتشات بتاعتكم هتتذاع ولا لا، يا جماعه احنا لو عايزين نحضر. حتى اصلا لما عملوا تذكرتي، الجمهور جه من كل حته بجد. ما كناش لاقيين تيكتس لاهلنا بالظبط، والله بعد ما التيكتس نزلت ربع ساعه مثلا اتشفطت. فبالظبط، فهو الناس بدات ان هم الناس بتشتري التيكتس عشان تيجي تتفرج على الماتش. فده في حد ذاته كان حاجه حلوه قوي، وبجد بجد لا يعني حاجه فخر لاي حد موجود. يعني بقى مجتمع كرة الطائرة صغير في مصر، يعني أسرة كده جوه بعضهم. فهل بقى الحاجات اللي انت بتشوفها في الشارع أو حتى في القرايب والأهل، هل كلاعبات بقى حصل المعاملة اختلفت ما بين لعيبة والتانية، ولا لا الدنيا ملهاش علاقة؟ في الأول الدنيا كانت مهزوزة، علشان طبعا اللي كان بيكتب على السوشيال ميديا، واللي كان أصل دول يعني في ناس كانت بتتأثر بالسوشيال ميديا. لا أنا شايفة من لحد دلوقتي، لحد دلوقتي الناس بتتأثر كلاعبات، يعني ككرة طايرة بقى، لاعبات، أجهزة فنية، الكلام ده. طبعا الموضوع تأثر جدا جدا من عندنا خالص، بس في الأول وفي الآخر احنا بنبقى مقدرين الموقف وعارفين ان يبقى أكيد الشخص ده غصب عنه. يعني ممكن ده يكون سبب اللي هو الناس بتسميه فلانة بتلعب بغل زيادة، فالغل ده ملوش علاقة بالجمهور، ده ليه علاقة بان لعيبة مرضيتش تسلم عليا مثلا؟ لا يعني بالنسبة لنا لا خالص، ما فيش كده، مش بنفكر في كده خالص. وبعدين برضو احنا بالنسبة لنا الناس اللي مشيت من نادي الأهلي راحت نادي الزمالك، هنغل من ايه؟ احنا اللي كنا هنا ومشينا، يعني قرار بإرادتنا، فاهم قصدي؟ اثبت نفسنا ان احنا احسن. لا احنا كنا واحنا في الأهلي عارفين برضو ان احنا كويسين، بدليل ان احنا لما مشينا ثبتنا ده، فاهم قصدي؟ فاحنا من جوانا انا مش شايفة يعني ده قرار، يعني ده تفكيري يعني شخصي، هغل من ايه؟ بالعكس انا مش قصدي، يعني النادي ما مشانيش، هو كان قرار شخصي، فانا رايحه عشان تجربه تانية خالص بعيده عنكم انتوا كلاعيبه. بس انا بحس ان ممكن الانتقادات بتاعت الجمهور، وايه ده في خمسه مشيوا من الاهلي راحوا الزمالك يبقى كده الاهلي وقع، ده اللي ممكن بيدي الاحساس ده للاعيبه الاهلي انه لا احنا ما وقعناش بقى،
يعني لا احنا هنكسب كده، فاهم قصدي؟ فده اللي ممكن يدي الروح دي شوية، بس بتبقى جوه الملعب مش بتأذي حد، بالعكس احنا جوه الملعب انت ليك شرف المحاولة واللعب النظيف، والعب واعمل اللي انت عايزه، واحنا مفيش اي مضايقات خالص تحصل جوه الملعب، بالعكس احنا يعني لو حد وقع مثلا الفرقة دي اتصاب او كده احنا اول ناس بنجري نشيلهم، والعكس لما مثلا بيحصل عندنا بيجروا علينا يشيلونا، فيعني لا خالص يعني بصراحة جوه الملعب لا مفيش حاجة خالص. بص هو كل واحد بياخدها من وجهة نظر مختلفة، بس أنا بالنسبة لي أنا كنت شايفة إن توتر السنة اللي فاتت في أول اللي هو المشاكل دي كان أعلى كتير قوي، وزي ما قلت لك لما بدأت الناس تهدى وبدأت الناس تفهم إن إحنا في الأول وفي الآخر فرقتين مصريين، يعني مصريين بيلعبوا، وإن إحنا احنا الديربي بتاع مصر وكل حاجه، وان احنا والانتقالات دي بتحصل حتى في كل الالعاب بالظبط، يعني حتى اصلا بيقعدوا يتكلموا كده على الهاندبول، مع ان الهاندبول هي في مكانه اعلى من الفولي دلوقتي، في الشعبيه او في مصر بالظبط في شعبيه قوي، فهم ساعات بينتقدوا اللعيبه لما بيبقوا في المنتخب مع بعض، بس ات سام بوينت خلاص هو بدات الناس تفهم ان احنا في الاول وفي الاخر دي رياضه، وفي الاول وفي الاخر احنا مصريين، وفي الاول وفي الاخر احنا كلنا إخوات بجد، إخوات وعيلة، إحنا عيلة متربيين مع بعض من صغرنا كلنا، فإحنا بنحترم ده من حتى ما لناش علاقة، يعني إحنا لما بنيجي خارجين مع بعض إحنا خارجين مع بعض لينا، إحنا ما لناش علاقة بقى لأهلي ولا زمالك ولا منتخب ولا أي حاجة. وساعات بنبقى خارجين مع بعض وبنقابل ناس مثلا زملكاوية أو ناس أهلاوية، واللي هو إيه ده أنتوا إزاي خارجين مع بعض، إحنا بنستغرب إن أنتوا إزاي فاكرين إن إحنا يعني علاقتنا رياضة بس، فاهم قصدي؟ يعني ده معناه ان برضو في ناس علاقتها ما اتغيرتش وكويسة؟ لا طيب لا لا بالظبط، ما انا بقولك ان خلاص بدأت ان هي بعد التوتر اللي كان بيحصل السنة اللي فاتت بدأوا هما شوية كمان يبدأوا، يعني مش هما يعني احنا كلنا بدأت الدنيا تهدى من ناحية الاهلي والزمالك، التوتر اللي في النص ده بدأت ان الناس تفهم اكتر ان احنا اخوات، احنا عيلة، احنا رياضة، ورياضة مكسب وخسارة، احنا كسبنا النهاردة وهم كسبوا النهاردة، احنا ممكن نفسه بنبارك لبعض وبنسلم على بعض، يعني الموضوع عادي في الأول، وبنسافر مع بعض وبنحتفل بحاجات، ولو حد خلف بنروح نزوره، لو حد عيان بنروح نزوره كلنا. في أكيد توترات، انت عارف جوه الملعب ممكن يكون فيه تنشانة أو حاجة، بس شد الملعب بتحصل في أي لعب، بتحصل في الرجال، بتحصل في السيدات، بتحصل في كل حاجة، فهي مش فارقة، وانس ان حصلت تنشانة في الملعب لو حد غلط في حد غصب عنه بعد الماتش انا اسف ان عملت كده، بس هي ما حصلت يعني لحد دلوقتي ما حصلتش، عشان فعلا احنا مش هنقدر نعمل كده، عشان احنا فعلا مش هنأذي بعض، انت مش تأذي بقى مش هنأذي حد قدامنا، فاهم قصدي؟ فهي حاسه ان هي السوشيال ميديا بتاثر شويه، بس بدانا احنا كل الناس بجد كل الناس تركن السوشيال ميديا على جنب، عشان بدانا خلاص نفهم السوشيال ميديا بتمشي ازاي، خصوصا ان الطفره بتاعت السوشيال ميديا على البنات، مش هقول لك على الرياضه لا على البنات، عشان احنا كمان الموضوع كان سبوت علينا قوي السنتين اللي فاتوا، فاقدر اقول لك ان لا بعد ما فهمنا الدنيا بتمشي ازاي بدانا ان احنا نركن بس السوشيال ميديا على جنب، احنا مش عايزين نضايق حد ومش عايزين حد يضايقنا، فخلاص احنا هنسيب السوشيال ميديا نعيش حياتنا بره، وبعدين لما نبدا تاني من اول وجديد نبدا بقى نشوف ايه اللي حصل. مين اكتر واحده بتقعد تتكلم في المعسكر؟ داليا مرشد، داليا ميتو. والله انت انت تتكلم ايه؟ تتكلم ازاي؟ كلام يعني عامله دوشه يعني عامله دوشه. داليا مرشد. مين الفنانه اللي بتقعد تغني في المسرح؟ دانا. بتغني جوه الملعب وبره الملعب؟ بتغني صوتها حلو جدا على فكره، ربنا يكرمك. لازم نقدم ذا فويس، بما انك انت البصير اللي بيعمل اعداد، لو النقطه دي تحسم المباراة كلها. النقطة 13. مين أكتر واحدة تثقي إنك تديلها سواء منتخب أو الزمالك؟ لا بصوا كل واحد يعني كل نقطة وعلى حسب، يعني الماتش اللي فات ما آخر نقطة، النقطة دي لو الفريق كسبها كسبتي الماتش. والله على حسب اللي قدامي، ما هو برضو أنا مش هينفع ألبسهم، فأنا عشان بنبقى بنلعب على اللي قدامنا، يعني مثلا لو أنا معايا أعلى بلوك هي ممكن ما تديهاليش، بس لو مثلا الناحية التانية البلوك قدامها ضعيف، حتى لو هي مش أقوى حد في الفريق، بس هي كده كده يا حسب الماتش، على الله. أيوة على حسب الماتش فعلا، يعني الماتش الأخير اديت الكرة للتلاتات في الآخر، ودي حاجة كانت جريئة قوي، مش أي حد يعملها فعلا، فبالنسبة لي دي حاجة مثلا موقف ماتش حصل، فاهم قصدي؟ ممكن في مرة تانية في وقت تاني أعملها بطريقة تانية، فهي على حسب السيتويشن جوه الملعب. طب إحنا عارفين إن الرياضي دايما بيبقى محافظ على أكله، مين اكتر حد في المعسكر بيبوظ الكلام ده بالاكل؟ لا انا جنبي صراحه
متعهدة تبويض الأكل. آه. كل يوم يلا نطلب أكل وكابتن أحمد ياخد الأكل ويهزقنا. أو أنا لو خسرانة أول حاجة بلجأ لها هي الأكل. أكلم بالي تحكي عن كمبيل؟ آه بجد أنا الأكل بالنسبة لي أكتر حاجة ممكن تريح أعصابي. لا هفضل متضايقة بس يعني أعصابي هتهدى عشان مش هاكل نفسي يعني. مين أكتر حد بيصور يعني متخصص إنه يصور الفريق؟ ده أنا كل حاجة. فريق كله جماعي ولا كل واحد لوحده؟ لا ممكن أنا وداليا كل حاجة. أنا وداليا أكتر اتنين بنصور بس طبعاً لازم أنا أبقى اللي هو باخد كل الصور. أيوه. مين أكتر حد في المعسكر بيبقى شادد على الفريق اللي هو أكنه مدرب من اللاعبات؟ طب مؤخراً بقت الفرقة كلها شد نفسها شد بعض يعني ما أقدرش أقول لك حد معين أو ميتو لو حد معين في دماغها بس أنا بالنسبة لي فعلا فعلا إن إحنا كل واحد شادد نفسه وبيشد اللي جنبه وإن إحنا واثقين في بعض وإن إحنا إحنا كلنا لا يعني كل ممكن واحد. يلاقي اتنين بيهزروا فتقوم لا يا جماعة مبقاش هزار إحنا بقينا 18 مدرب بجد يعني مثلا بتهزر وإحنا رايحين في الباص وكده بصة واحدة خلاص كله بيفهم بس مش بقى مش حد يعني متزعم من الموضوع لان هو اوريدي احنا خلاص كبار وكل حد عارف المسؤوليه اللي علينا فكل حد من نفسه بيلم نفسه. مين اكتر واحده اللي تحسي ان هي اكن يعني مهما كان الماتش صعب هي مش في دماغها اي حاجه وفي الملعب طبعا بتبقى كويسه يعني بس بره تحسي ان هي مش حاسه بقيمه الضغط بتاع الماتش برضه بطريقه انا لو عملت زيها هموت ما اقدرش العب نقطتين ورا بعض مع ان في الماتش بيبقى باين انها مركزه ما هو عشان كده ما بتتكلمش خالص يعني بتتكلم في النطاق المحدود مش كلام على الفاضي يعني هو دي بتبقى ميزة بصراحة بس دايما الناس بتبقى شايفة وشها كده ما بتتكلمش بس هي بتتكلم عادي بتكلم عادي طب مين اكتر لاعيبة ممكن تعطل الفريق بسبب انها واقفة قدام المراية؟ مريم مصطفى وداليا ممكن مريم مصطفى فعلا داليا صح ايه اصعب ماتش عمرك هتنسيه في حياتك؟ انا الماتشين انا عندي ماتشين السيمي فاينل بتاع كينيا بتاع غانا اللي فات بتاع الألعاب الأفريقية المنتخب بجد ماتش صعب قوي. طب ليه السيمي فاينل مش فاينل؟ عشان هو السيمي فاينل كان أهم أقوى لو خسرت السيمي فاينل مش هتطلع فاينل بالظبط وخصوصا كمان إن إحنا ساعتها كنا خسرانين 2-0 2-0 خلاص ماتش اتقلب ماتش من 2-0 3-2 في أجواء غانا موضوع كبير قوي نبقى نتكلم فيه معنين بس هو موضوع كبير قوي غانا دي كانت أجواءها صعبة قوي فالماتش ده بجد علم معانا كلنا خصوصا ان ده اللي خلى الفاينل بالنسبه لنا مش هقول لك سهل بس ما كانش بنفس الصعوبه بتاعت ماتش السيمي فاينل والماتش التاني طبعا اللي هو الفاينل الاخير ده 3-2 برضو ضرب نار لحد الاخر اصعب جمهور لعبته قصاده ما انكم بتسافروا كتير كينيا كاميرون غانا الجزائر تونس انا بالنسبه لي الجمهور التونسي بالنسبه انا ما لعبتش مع يعني ما لعبتش بالنسبه اللي انت لعبتي بره ما لعبتيش بجمهور لا لعبت بجمهور كاميرون والكاميرون الكاميرون لا غانا ما كانش احنا مش في نفس يعني هو كان الصاله متقفله بس انت بتلعب يعني في حاجات تانية مؤثره يعني انت مش مركز مع الجمهور خالص النفس كان صعب قوي انت محتاج سرفايف مش مكيفه لا كانت مكيفه بس هي الرطوبه كانت عاليه جدا 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 ورمضان وصيام ولا كانت صعبة قوي ومية سخنة نار يعني مفيش حاجة قادرة تساعدك انت بقى ونفسك يعني طب كل واحدة فيكو تختار للتانية لو مش بتلعب فولي تبقى مميزة في لعبة ايه؟ ميتو كورة كورة؟ صح ولا لا؟ ممكن هي بتحب الكورة يعني بتقعد تنطط بقى وبراسها وحاجات كده دي صور انت بقى باسكت شكرا على ثقتك العالية اصل هانبول يعني ما حدش فينا مهتم قوي بيها بس بنحب قوي الهاندبول بصراحه بنتفرج قوي يعني متعصبين قوي احنا في الهاندبول او في الالعاب كلها يعني دايما اي ماتش تلاقي الفرقه كلها قاعده بتتفرج ايه اغرب موقف حصل لكم في سفر الاكل طبعا طول ما فيش سفريه واحده مع النبي او منتخب الاكل تلاقيها كان كويس احنا دايما بنسافر مثلا ب30 علبه تونه ما بناكلش غيرها طول البطولة بصراحة أيا كانت البطولة كام يوم في دولة مثلا بيكون فيها حشرات حيوانات الدول الأفريقية كلها أنت بتصحى على بورصة تنام على سران. فور مش كده بقى أنت قاعد طول الوقت خلاص جالك مناعة مين أكتر حد بيعمل مقلب في المعسكر؟ احنا ما عملناش مقلب خالص
احنا ما كانش عندنا وقت، كان كل ضرب ضرب مش شايفين مش وقت. طب عموما مش لازم السنه دي يعني، بشكل عام كده يا لهوي على مويه بارده مش طبيعيه. ايه ابرز مقلب عمرك ما تنساه؟ مره اقنعتنا ان خالها ملبوس وان هو يعني بقى كلنا نتلبس دلوقتي، وتعرف تحبكها قوي يعني. وانت صدقت؟ طبعا في ناس بتعيط وتقوم تجري وكده، وهي بتعملها كل مره مع حد مختلف وبيصدقها. بلد سافرتوها فعجبتكم؟ البلد دي ما كانتش في دماغي بس طلعت كل البلاد اللي سافرتها ما كانتش في دماغي بجد يعني، بس واحده منهم بقى شدتك ان هي دي بلد دي حلوه جدا، فلو عايز اجي تاني من غير فولي. ما بص هو انا كان ممكن اقول غانا علشان هي بجد كانت ممكن تبقى حلوه، بس احنا ما خرجناش في غانا خالص، ما لحقناش. رحت مدغشقر ما خرجناش برضو، مع ان الناس بتبقى عايزه تروح الاماكن دي سياحه يعني. مدغشقر كينيا سياحة ممكن أوي. انا رحت كينيا وكانت حلوه. كينيا برضو الناس بتقول عليها حلوه قوي ونظيفه، انضف بلد افريقيه رحتها، باقي كله. سلوفينيا صراحه برضو لما رحنا كانت لذيذه قوي المعسكر بتاعها. سلوفينيا اوروبا بقى. اوروبا. سربيا كمان كانت حلوه. لو هنتكلم على اوروبا فانت كده كده عارف ان احنا هي دولة. بالظبط. فمش فرق، هي بس البلاد الافريقيه هي فعلا اللي علشان بنتعب قوي هناك، ففي كل بلد بقى على حسب كل حاجه وليها مميزاتها يعني. مين جوجل الفرقه اللي هو احنا مسافرين دوله كذا مش شايلين هم اي حاجه عشان معانا فلانه هي اللي بتعمل سيرش على كل حاجه؟ دانا وداليا ولا شايلين مهمات كتير مش انا خالص، لا انا بمشي وراهم. لا هو كل بلد على حسب احنا رايحين ايه يعني. في بلاد مثلا بيبقوا محتاجين حد يتكلم فرنش، فمثلا في المنتخب كانت بتبقى زينه معانا، في النادي كانت بتبقى فريد عسقلاني ونوران. دول مثلا لو حد محتاجين ان احنا نتكلم خروجات والحاجات دي انا بحب اكتشف قوي. اكتر حد بيبقى مسافر اهم حاجه الشوبينج. اصل بص احنا الشوبينج بالنسبه لنا واحنا مسافرين ساعتين يعني، لو البطوله 15 يوم احنا لينا ساعتين في ال 15 يوم، انزلي بسرعه يلا اجري ورا نفسك هاتي اي حاجه تلاقيها وامشي. بس في حد بقى ممكن يقول لا الساعتين دول عودهم احسن ولا كله بينزل؟ على حسب البلد، لو بلد في اوروبا لا طبعا بنجري كلنا نشوف، بس لو افريقيا لا يعني بنبقى عارفين كده. صراحه مره لما كنا في اليونان سافرنا معسكر معايا في اليونان مع المنتخب، كلهم نزلوا شوبينج انا نزلت اشوف البلد. صح كنا قاعدين في حتة يعني عاصمة. هتروحي بقى دلوقتي؟ هروح اكتشف بقى بقية البلد. مش ما كناش في أثينز يعني عشان حاجة تبقى تحفة يعني، فكان عندها حق الصراحة، احنا رحنا ما عملناش حاجة. طب في حاجات دايما بتبقى ممنوعة في أي معسكر يعني، على حسب طبعا مدرب على حسب جهاز فني، في بيمنع موبايلات، في بيمنع أكل، في بيمنع. مين بقى اللي بيبقى متخصص انه هو يهرب الشيء الممنوع ده؟ لا مستحيل ما نقدرش يعني، لو قررنا لا لا والله ما نقدرش. لا هو مثلا كابتن احمد فتحي اكتر حاجتين بيكرههم الاكل من بره والموبايلات السوشيال ميديا. فاحنا بالنسبه لنا يعني مثلا اول بطوله اللي فاتت دي كان عايز يسحب الموبايلات من اول يوم في المعسكر، فاحنا قلنا له يعني لو لقيت حد ماسك الموبايل اسحبه. فكنا بناخد بالنا قوي بقى ان احنا على الاكل كده ما نمسكش موبايل، واحنا في الباص ما نمسكش الموبايل عشان ما يسحبوش مننا. والاكل بقى من بره كان طبعا بالنسبه له ممنوع، انت في بطوله ولازم تستحملي اجواء البطوله ايا كانت ايه. فاحنا كنا قاعدين في اوتيل يعني الاكل فيه ما كانش احسن حاجه، فكنا بنبقى عايزين نطلب اكل وهو برده كان بيبقى منا. بس انا ممكن اقول نوت صغيره، احنا الاكل اللي كان بيجي من بره كان بيبقى فراخ مشويه يعني، انت فاهم البؤس اللي احنا وصلناه عشان الاكل كان وحش جدا. احنا البؤس اللي وصلنا له ان احنا خايفين ان احنا نبوظ اكلنا، بس في نفس الوقت احنا عايزين ناكل اكل كويس مش فاست فود. على فكره دي من الصعوبات اللي كانت في البطوله بجد. احنا مره يوم السيمي فاينل رحنا نلعب كينيا لقينا كشري في الاكل، كشري ومحشي كل البطوله بقى كده. واسمها ايه اللي بالبتاعه دي عامل لنا ايه اللي كانت بتدقه كشري؟ لا غير الفته. عمل لنا فته يعني فتة. انت عملت كل حاجه ما ينفعش تتك. ساعتها بقى كان في مشكله يعني ان هو احنا رايحين نلعب سيمي فاينل ومحتاجين فراخ مشويه وكده، فهنا بقى سمح لنا نجيب اكل على ما عملوا لنا يعني الاكل ده بعدها. طب كل واحده فيكم تقول مين اللعيبه اللي هي لو قالت اي حاجه فهي مصدقاها ان كان يعني ماشيه وراها من الاخر، اي حاجه هتقولها لك انت معاها؟ انا بالنسبه لي فريد عسقلاني. على حسب الحاجة ومصداقية القرار هيطلع منين، ممكن ما يبقاش حد من البولي خالص. مين أكتر حد بتقعد تتابع كورة لدرجة إن لو في ماتش في نفس الوقت بتاع هتلعب تبقى دماغها مشغولة بالماتش؟ أنا كنت كانت بطلت خالص، ممكن ما أعرفش أي حاجة عن الكورة بقالي
سنتين وشوية. لا احنا ممكن اللي نكون كلنا بنتابعه الرياضات التانية. لو في هاندبول بيلعب لو عشان في... اصحابكم ولا لا عشان... يعني انا مش عارف يعني انا بحب ما حدش مهتم بالكرة خالص في الفرقة، فاغلب اهتماماتنا كلها بتبقى العاب صالات. العاب صالات اذا كان كورة قصدي اذا كان هاندبول اذا كان باسكت كله. يعني الابليكيشن المفضل في السوشيال ميديا لكل واحد؟ انا تيك توك. انا بحب انستغرام، يعني انستغرام بجد بالنسبه لي بعمل عليه كل حاجه يعني كله وسناب شات بقى. مين اكتر حد بيفهم في التكنولوجيا؟ يعني ممكن انا شويه على حسب برضو الحاجه. يعني مثلا لما كابتن احمد كان عايز يغير حاجه في التليفون بتاعه كده يعمل الالارم او كده ظبطته له. يعني الالارم كله تحت السيطره. ما عشان هو سامسونج مختلف يعني عن ايفون، فمش اي حد بيعرف يفهم. طيب نيجي في الآخر بقى، لو بعد برضو موسم صعب وطويل وكل الكلام ده، كل واحدة فيكم خدت جائزة فردية أكيد فرقت معاها كتير، وبطولة أفريقيا مؤهلة لكأس العالم أندية، فإيه اللي تحبوا توجهوه في الآخر والمين؟ أحب أشكر الجهاز الفني، لعيبة، كل الناس اللي ساعدتنا والجمهور والكلام ده كله، بس دي حاجات كلها كليشيه ومعروفة وإحنا بجد بجد بنشكرهم، وبجد كلنا دايما بنقول ان هم سبب كبير قوي في اللي احنا فيه. بس برضو من الحاجات اللي ما ينفعش ننساها او من الحاجات اللي بجد بنحب نشكره فيها وكده عيلتنا او عيلتي. الجائزة بتاعتي بجد طبعا ربنا، يعني بعد ربنا وبعد كرم ربنا في كل حاجة، ان بجد الحمد لله ربنا ما بيضيعش تعب حد، ولما بتتعب بتلاقي. فدي بالنسبة لي كانت اكبر درس اتعلمته في حياتي لو ما كنتش عارفاه قبل كده دلوقتي اتاكد لي. عيلتي ثم عيلتي ثم عيلتي، استحملوا حاجات كتير قوي، استحملوا ضغط من السوشيال ميديا، استحملوا ضغط من الجمهور، استحملوا ضغط من صحابهم اللي حواليهم، وخصوصا طبعا مامتي وبابايا وخالاتي الاثنين علشان لو ما قلتش اسمهم قبل كده. طبعا صحابي اللي هم القريبين قوي 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 قوي، بجد الناس دي كلها ساعدتني قوي ان انا ابقى شخص تاني اصلا، وافهم افهم الحياه بطريقه مختلفه، وده اللي ساعدني لحد دلوقتي ان ان ان, إن انا ابص لقدام بطريقه بوزيتيف مش نيجاتيف، وان انا دايما ما ابصش تحت رجلي، ابص لقدام، وان انا اثق في نفسي، وان مهما عملتي او مهما اللي حواليك يحاولوا يوقعوكي ربنا مش بيضيع تعب حد خالص، وربنا عادل وبيكرم في الاخر. فالحمد لله ان هو بجد نهيت السيزن او نهيت السيزن ده بجد احسن، يعني جايزتين احلى من بعض، طعمهم مش طبيعي الاثنين بجد، ما يوصفوش الفرحه اللي جوايا. والجائزه بتاعتي هديه طبعا لعيلتي كلهم بجد بحبكم. انا بصراحه الجائزه الفرديه دي ليها يعني طعم مش طبيعي جوايا، يعني اخدتها مره قبل كده مع الاهلي 2015، كان ليكي فيديو في التتويج بتقولي مش انا، يعني انا كنت متوقعه ان انا اخدها، وبعدين في النص كده حسيت لا يعني يعني اسباب حواليا يعني، فكنت حاسه ان انا مش عايزه اعشم نفسي عشان السيزون اللي فات واحنا في تونس كنت اللي هو متوقعه قوي، وكل الناس قالت لي انت هتاخديها وكده، وبعدين فريده اخدتها طبعا فرحت لها اكتر حاجه كان انا بالظبط اللي اخدتها، بس قلت بلاش يعني عشان نفسي، لان الجوائز الفرديه مش دايما اكتر حاجه بتكون فات، ومش اكتر حاجه يعني بتكون برضو معبره، يعني ممكن ابقى انا تعبانه قوي في الملعب وكده وما اخدهاش، فده مش معناه ان انا ما استحقهاش، لا بالعكس كان ممكن استحقها، بس ممكن في غيري تعب برضو وربنا كافئه يعني. فانا الجائزه دي بالنسبه لي كانت مهمه قوي، عشان انا لما خدتها زمان في الاهلي كنت بلعب مركز 3، ولما خدتها كنت في سن صغير قوي، كنت عندي 15 سنه، وكان اول يعني حاجه ودتني في حته تانية وقتها. فلما أخدتها تاني بعد 9 سنين اللي هو لأ طبعا ليها طعم تاني، وفي مركز تاني مركز 4 ونادي تاني ويعني تشالنج تانية خالص ومرحلة تانية في حياتي بعد 9 سنين، يعني لأ يعني حاجة كانت كبيرة قوي بالنسبة لي. الجايزتين بالنسبة لي أحسن من بعض وطعمهم أحلى من بعض، وطبعا بشكر أهلي أول ناس عشان هم اللي ساعدوني إن أنا أبقى موجودة هنا، وجهاز الفني، كل اللعيبة اللي معايا في الفرقة بيشجعوني أكتر حاجة، بيساعدوني إن أنا أقوم وأقف، وكلامهم بالنسبة لي كان أكتر حاجة يعني محفزة. أنا وعدت كابتن أحمد لما جه يمسك الفرقة قلت له أنت أنا هخليك الناس تمشي تسألك أنت عملت إيه ميتو،
خليها كده. والحمد لله ان انا قدرت يعني اوفي بحاجه زي دي ووفيت يعني بوعدي ليه، وخليته بجد الناس كلها بتساله انت حولتها هي من اسبوعين ما كانتش كده بقت كده. بشكر بجد مجلس الاداره والجمهور والناس اللي بجد فضلت واقفه في ظهرنا وبتدعمنا للاخر، والناس اللي فضلت واثقه فينا. في ناس كانت بتشجعنا قوي ولما وقعنا يعني تشجيعهم قل، وفي ناس فضلت واثقه فينا، فده كان بيدي حافز اكتر بكتير. وفي الاخر اشكر نفسي عشان قدرت اصمد وحقق حاجه كانت اهم حاجه بالنسبه لي، البطوله الاول والجائزه الفرديه بعدها.